طيب عشان نطمن على فرقتنا بشكل اكبر وعلى كل الاجواء اللي بتسبق مباراه اليوم امام فيوتشر، هذه المباراه الهامه في بطوله الدوري، خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز المميز في الحقيقه فاروق صلاح عشان نتكلم معاه ويقول لنا كل الكواليس اللي عنده في ماتش النهارده وقبل بدايته تحديدا. يا فاروق اهلا بيك. كل التحيه ليك يا امير، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وباذن الله امير يوم يكون مميز لفريق النادي الاهلي النهارده، وهتخطى عقبه فريق فيوتشر طبعا في المباراه المؤجله ضمن مؤجلات الاسبوع او الجوله السابعه للدوري المصري الممتاز. ان شاء الله يوم يكون مميز لفريق النادي الاهلي النهارده يا امير. باذن الله يا فاروق. بص بقى، احنا دلوقتي لسه واخدين السوبر، وخدنا السوبر بسيناريو صعب، فبالتالي الفرحه كانت كبيره جدا جدا. ازاي قدر الجهاز الفني ان هو يتعامل في المرحلة دي وبالتحديد قبل مباراة فيوتشر، الفريق المميز اللي عنده عناصر قوية جدا جدا وأصحاب خبرات كبيرة، وكيفية الخروج من حالة النشوة والانتصار ببطولة كبيرة والتأهيل النفسي قبل مباراة مهمة جدا النهاردة تختم بيها مرحلة مهمة قوي في بطولة الدوري؟ فاحكي لي الكواليس طبقا لمعلوماتك وطبقا لاجتهادك المتعارف عليه دايما. يعني يا امير انت تطرقت لنقطه في غايه الاهميه، وطبعا دي نقطه مهمه جدا، يعني دايما بتبقى بعد اي بطوله بيحصل عليها فريق النادي الاهلي. انت عارف تعودنا خلاص، انت كل يوم بطوله بالضبط. كل يوم بيبقى فيه منافسه جديده. يعني كان الكابتن محمود الخطيب في كل جلسه ليه في كل احتفاليه مع اللاعبين بيقول لهم احنا بنبص لبكره، وبكره بتاعنا بطوله جديده، تحدي جديد بندخل فيه. خلاص البطوله دي بتدخل خلاص، يعني زي ما نقول بالمتحف، بتدخل المتحف خلاص، بتوضع في دولاب البطولات كم الخبرات اللي عند لعيبه النادي الاهلي. يعني النقطه المهمه اللي انت اثرتها يا امير، كباتن النادي الاهلي محمد الشناوي، وليد سليمان، رامي ربيعه، ايمن اشرف، سليه، مجموعه اللاعبين اجتمعوا طبعا مع اللاعبين، وفي جلسات جمعت ما بينهم وما بين اللاعبين. خلاص بنطوي صفحه السوبر والتتويج بكاس السوبر رقم 8. ايضا مستر بيتسو موسيماني، وبالامس امير في المران الاهم والاساسي لفريق النادي الاهلي، يعني وقت المحاضره الفنيه مستر بيتسو موسيماني كانت مع اللاعبين يعني اكثر من 45 دقيقه، يعني اطال كثيرا في المحاضره الفنيه، اتكلم مع اللاعبين على اهميه المرحله القادمه، اتكلم على نقطة مهمة جدا. انت عارف يا امير دايما نشوة الانتصار ما بتاخدناش قوي، يعني دايما النادي الاهلي بعد كل انتصار بيشوف الايجابيات ويشوف السلبيات كمان اهم من الايجابيات. مستر بيتسو موسيماني في اجتماعه مع اللاعبين ركز على السلبيات اللي كانت في مباراة الرجاء، وقال يعني ده سيناريو ممكن يتكرر، نشوفه في الدوري المحلي، نشوفه في المباريات الافريقية، وايضا احنا مقبلين على المعترك كأس العالم للأندية. لكن تقدر تقول خلاص اللعيبة يعني كم الخبرات اللي عند لعيبة النادي الاهلي، شخصيات لعيبة النادي الاهلي مركزة جدا النهارده يا امير، يعني واضح على ملامح اللاعبين التركيز الشديد في مباراة فيوتشر، عايز يختم الفريق واللاعبين طبعا المرحلة الحالية قبل الانطلاق لكأس الأمم الأفريقية بالفوز في السبع لقاب. يعني إن شاء الله النادي الأهلي يفوز النهارده، تبقى قفلت مرحلة مهمة جدا. أيضا مستر بيتسو موسيماني عنده أرقام عايز يحققها، يعني إلى جانب الفوز في المباراة، هو لحد يعني تقدر تتكلم إن لحد دلوقتي 21 انتصار بدون هزيمة ما شاء الله مع الفريق النادي الأهلي في آخر 21 مباراة محلية. مستر بيتسو موسيماني عايز يحافظ على هذه الأرقام، عايز يزود هذه الارقام. ايضا يعني النهارده يا امير واحنا موجودين في مقر اقامه فريق النادي الاهلي، ملامح اللعيبه كلها مركزه في مباراه فيوتشر، في تركيز يعني مش هنقول يا امير التركيز اللي هو الشديد اللي هو بيوصل مثلا للتوتر او العصبيه، لا مستر بيتسو موسيماني اجتمع مع اللاعبين، قدر برده ان هو يعني يفك الامور مع اللاعبين. كابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان ودورهم مع اللاعبين دور مهم جدا يا امير، كباتن يا امير محمد الشناوي ودور اكثر من رائع. من النقاب برده يا امير شو يعني انت اتكلمت في نقطه في غايه الاهميه، النهارده عمرو السليه خلص البرنامج التاهيلي بتاعه وموجود النهارده في فندق اقامه اللاعبين بيساند وبيآزر اللاعبين، واحد من اللعيبه المميزه جدا في فريق النادي الاهلي عمرو السليه. كل لعيب في النادي الاهلي امير تقدر تقول عارف دوره وعارف الامور يعني كل مرحله متطلباتها ايه، كل مباراه ظروفها ايه. النهارده ان شاء الله يا امير يكون يوم مميز للعيبه النادي الاهلي باذن الله. طيب خليني يا فاروق اسالك في كام حاجه كده مهمه. احنا عندنا اثنين من ابرز الغيابات او من ابرز اللاعبين في صفوف الفريق وبيتم الاعتماد عليهم في الفترة الأخيرة بالتحديد مع مستر موسيماني، هما أيمن أشرف وعمرو السولية. مين الأقرب لتعويض أيمن أشرف وعمرو السولية في تشكيلة النادي الأهلي الأساسية النهاردة من خلال متابعتك بالتحديد لمران الأهلي الأخير امبارح؟ أمير بالأمس طبعا مران بيتسو موسيماني يعني تقدر تقول
جرب اكتر من طريقه، هل يرجع لطريقه 4-2-3-1 او يستمر على طريقه 3-4-3 بالامس؟ يعني يقدر تقول جرب الطريقتين، وجرب يعني تقدر تقول لا اي مكان ايمن اشرف، يعني تقدر تقول الامر هيبقى محسوم بالنسبه لياسر ابراهيم بجانب بدر بنون. ولكن هي النقطه بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني في هل هلعب ب 3-4-3 ولا 4-2-3-1، هل هدفع بمحمد دهاني في مركز الظهير الايمن ويكون اكرم بجوار ديانج، او يعني يلعب قفشه في مركز 8 بجوار ديانج؟ كلها امور اشتغل عليها مستر بيتسو موسيماني. حاله الجاهزيه اللي عليها اللاعبين وحاله التركيز اللي عليها اللاعبين يا امير مديه لمستر بيتسو موسيماني حريه. يعني انت عندك مجموعه من اللاعبين في النادي الاهلي، ايضا كريم فؤاد اللي ظهر بصوره اكثر من رائعه، الحاله ايضا اللي كان عليها كريم فؤاد بالامس في يعني في التدريب وفي الفتره الاخيره، تقدر تقول ان هي برده مديه الفرصه لمستر بيتسو موسيماني ان انا ممكن استغل كريم فؤاد واحد من الاوراق في اللقاء النهارده. برده يا امير او احنا واحنا بنتكلم على اللقاء، تقدر تقول من كواليسنا برضو عرفنا ان فريق واداره نادي فيوتشر قررت انها تقيم ممر شرفي للنادي الاهلي في هذا اللقاء، طبعا بعد تتويجه بكاس السوبر الافريقي في لفته طيبه. شدد برضو يعني تواصلنا مع الاداره مع لاعبي فيوتشر ان خلاص من المقرر ان هم هيقيموا ممر شرفي لفريق النادي الاهلي في استقبال فريق النادي الاهلي النهارده قبل انطلاق اللقاء. طيب طاهر محمد طاهر طبعا معنويا الامور بالنسبه له اكثر من رائعه، يعني ما شاء الله عليه، كان سبب رئيسي في فوز الاهلي بالسوبر، هل هيتم استغلال هذه الحاله عن طريق البدء بطاهر في المباراه بشكل اساسي، ولا لسه الامر ده لم يحسم بعد او لم يتم يعني توضيحه بشكل او باخر؟ يعني طاهر محمد طاهر يا امير، وانت يعني انت برضو من الامور اللي انت كنت يعني فتره طويله جدا موجود مع الفريق وعارف الكواليس اللي انا هتكلم فيها. طاهر محمد طاهر يعني فندق الاقامه اول ما ينزل ويقابل بعض يعني المتوافدين الموجودين في الفندق او المتوافدين على الفندق، الجميع بيجري يتسابق لالتقاط الصور التذكاريه مع طاهر محمد طاهر، بتدي حاله معنويه عاليه جدا لطاهر محمد طاهر. استقبال الناس ليه، استقبال كل الموجودين في الفندق لطاهر محمد طاهر مديه يعني حاجه من يعني رفع الروح المعنويه بالنسبه لطاهر محمد طاهر. تقدر تقول هو يعني طاهر وحاله التالق اللي عليها وحسين الشحات كلها امور يعني بتضع مستر بيتسو موسيماني في حيره من امره، هل يبدا بطاهر محمد طاهر بجوار محمد مجدي قفشه وبيرسي تاو ومحمد شريف وعبد القادر؟ تقدر تقول يا امير المجموعه كتير، يعني انت بتتكلم في عبد القادر، بتتكلم طبعاً في طاهر محمد طاهر، في حسين الشحات، في بيرسي تاو، في ميكيسوني، في عمار حمدي، اللعيبه كلها تقدر تقول يعني النهارده مستر بيتسو موسيماني واحده من اصعب المباريات اللي يعني تقدر ان يحط 11 لاعب، لان اللعيبه كلها مركزه، الحاله الفنيه اللي عليها اللاعبين، ودي كانت برده من النقاط المهمه جدا اللي النادي الاهلي برده امير طالب ان هو يلعب مباراه بيراميدز. برده امير انا عايز يعني على سياق المباراه عايز اقربك ايضا من معسكر فريق فيوتشر والتشكيل الاقرب من يعني من فريق فيوتشر للكابتن علي ماهر في هذا اللقاء. هيكون محمود جنش في حراسه المرمى، قدامه اثنين مساكين سعد سمير ومحمد عبد المنعم، في اليمين عمر كمال عبد الواحد، في الشمال جوزيف جوناثان، اثنين في نص الملعب هيكون غنام محمد وكريم نيدفيد، قدامهم ثلاثه احمد رفعت ومحمد فاروق ومصطفى البدري وراس الحربه ايمن الصفاقسي. تقدر تقول ان ده التشكيل بنسبه 99% يعني المتوقع لفريق فيوتشر في هذا اللقاء. الكابتن علي ماهر طبعا اتكلم مع اللاعبين على ضروره تجاوز اخر هزيمتين كان تلقاهم فريق فيوتشر امام فريق الجيش بنتيجه 1-0 او فريق انبي بهدفين مقابل هدف. يوم بقى فريق النادي الاهلي النهارده برضو امير، اليوم كان تناول اللاعبين وجبه الافطار في تمام الساعه 10 صباحا، وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 2:30، ثم المحاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني كانت في تمام الساعه 4:30، المغادره والتحرك الى ملعب الاهلي والسلامه تكون في تمام الساعه 6. تمام. ابشرك يا امير ان كل اللعيبه مركزه، ان شاء الله يوم يكون موفق لفريق النادي الاهلي النهارده يا امير. باذن الله يا فاروق، انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي من مقر اقامه الفريق قبل ساعات قليله من انطلاق مباراه الفريق اليوم امام فيوتشر، قال لنا كل التفاصيل والكواليس اللي بتتعلق بالاهلي قبل هذه المباراه، بنشكره شكرا جزيلا. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نتكلم شويه ايضا عن المباراه والتشكيل المتوقع وايه اللي اتقال كمان على الاهلي في الحسابات الرسميه على السوشيال ميديا. استنونا يلا.